يا من تحب الحبيب كيف تزعم الحب وأنت لا تمتثل أمره؟ كيف تزعم الحب وأنت لا تجتنب نهيه؟ كيف تزعم الحب وأنت لا تتبع سنته؟ كيف تزعم الحب وأنت عار من سنته في الشكل والمضمون؟ كيف؟ كيف تدعي حب الحبيب صلى الله عليه وسلم وأنت لا تكثر الصلاة والسلام عليه إلا إن ذكرت بذلك؟ وربما إن ذكرت 10 مرات قد تصلي مرة أو مرتين صلى الله عليه وآله وسلم. والله لقد جاءتني فتاة هنا، بنت صغيرة لم تتجاوز 15 من عمرها، وجاءت لتقص علي رؤيا رأتها لي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتبشرني ببشرى حملها إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتعجبت لصغر سنها، ولكن تذكرت أن فضل الله جل وعلا ليس بالسبق وإنما بالصدق، فقلت لها: يا بنيتي كم تصلين على الحبيب صلى الله عليه وسلم كل يوم؟ فقالت بأنها تصلي عليه صلى الله عليه وسلم كل يوم 10,000 مرة. فاحتقرت نفسي وشعرت فعلا بالأسى، بالأسى، فتاة تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام كل يوم 10,000 مرة، هؤلاء هم المحبون، هؤلاء هم المحبون. ما أيسر أن ندعي الحب وأن نزعم الحب للنبي عليه الصلاة والسلام. والله قد ذكرت لكم أن أما من أمهاتنا الفضليات الطاهرات، وهي أم عادية قروية، قروية في مركز عندنا في المنصورة يسمى مركز شربين، وقد أرسلت لي ولدها وقالت له: يا ولدي اذهب إلى محمد حسن وقل له بالحرف: يا محمد حسن تجد زر والدة الليلة. فذهبت فوجدت أما فاضلة قد تجاوزت 70 يمكن أو يزيد، وجدت امرأة مريضة في فراش المرض في بيت متواضع جدا، بيت مبني بالطوب اللبن، بالطوب الني يعني، لكنني رأيت عجبا وسمعت عجبا. رأيت أما فاضلة لا تغفل أبدا عن الصلاة على رسول الله، وردها الصلاة على النبي، عبادتها بعد الفرائض هي الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال أبي بن كعب رضي الله عنه: يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: ما شئت. قال: الربع. قال: ما شئت فإن زدت فهو خير لك. قال: الثلث. قال: ما شئت فإن زدت فهو خير لك. قال أبي: النصف. قال المصطفى: ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قال: أجعل لك صلاتي كلها يا رسول الله. فقال له المصطفى: إذا تكفى همك ويغفر ذنبك، إذا تكفى همك ويغفر ذنبك بفضل الصلاة على رسول الله. يا أخي أنت إن أحببت امرأة والله لا تغفل عن ذكرها، وتريد أن تتكلم عنها في أي ساعة من ليل أو نهار، كيف تدعي حبك للنبي المختار وأنت لا تكاد تصلي عليه إلا مرات معدودات، وربما يمضي عليك يوم لا تصلي عليه صلى الله عليه وسلم مرة؟ هذا كثير عليك لا تستطيع أن تصلي عليه بلسانك، فكيف أطالبك الآن بأن تتخلق بأخلاقه وأن تتبع أوامره وأن تتبع هديه الظاهر وهديه الباطن وسمته ودله وأن تتبع خلقه وأن تطلع على سيرته وأن تطلع أهلك على سيرته وأن تتخلق بأخلاقه صلى الله عليه وسلم؟ كيف أطالبك بذلك وأنت لا تكاد تصلي على الحبيب مرات معدودة في اليوم كله يمضي ولم تصلي عليه 100 مرة؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. عد إلى هذه الأم الفاضلة، أم أمية لا تعرف أي شيء، لا لا أستغفر الله، بل والله عرفت كل شيء يوم أحبت الله ورسوله، والله عرفت كل شيء وحصلت على أرقى الشهادات يوم امتلأ قلبها بحب رسول رب الأرض والسماوات. وإلا فما أكثر من حصلوا على شهادات الدنيا
وهم لا يعلمون شيئا عن الآخرة، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، بل ادارك علمهم في الآخرة، بل هم في شك منها، بل هم منها عمون. قلت لها: يا أمي، أتيتك كما أمرت، إيه اللي أنت بتشتكي منه؟ هي لا تتكلم في أي شيء إلا في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. فطلبت منها هذا الطلب مرارا، يمكن 3 مرات، واستحييت. فنظرت وقالت: يا ولدي، بقول لها: طيب قولي لي بس أجيب لك، أنا ممكن الأسبوع القادم أجيب أي أخ من إخوان الأطباء معايا لحد هنا يكشف على حضرتك هنا. قالت: يا ابني، يا ولدي، أنا عارفة دائي ودوائي، أنا عارفة دائي ودوائي. قلت لها: والله تقولي لي. قالت: يا ابني، أصل أنا ما شفتش، يعني ما شفت سيدنا النبي بقال 3 ليالي. قلت لها: إيه بتقولي؟ إيه أنت بتقولي إيه؟ قالت: بقال 3 ليالي ما شفتش حبيبي، ما شفت سيدنا النبي. قلت لها: هو بيجيلك كل ليلة؟ أنت بتشوفيه كل ليلة؟ قالت: لو ما شفتوش أمرض، لو ما شفتوش كل ليلة أمرض. هناك من يذهب لزيارة النبي، ومن الخلق من يأتي النبي لزيارته. هم دول أهل الحب، هم دول أهل الحب. وأسأل الله جل وعلا بحبنا له، وهو الذي يعلم السر وأخفى، أسأله جل وعلا بحبنا له، بحبنا للحبيب، أن يجمعنا به في الفردوس الأعلى. وإن قصرت أعمالنا جميعا، ولا شك أنها ستكون دون هذه المنزلة. فاللهم وكما آمنا بحبيبك ولم نره، فلا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. وأوردنا يا رب بفضلك وكرمك ورحمتك حوضه الأصفى، واسقنا منه شربة هنيئة مريئة لا نرد ولا نظمأ بعدها أبدا، أنت ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.